كما سيتم استضافة الدكتور مزيد المزيدي وذلك لإلقاء محاضرة عن تأثير أفلام الرعب على الأطفال. عبود! ايش قاعد تطالع؟ تأخرت عن الباص المدرسة؟ ها شباب، آسف على التأخير. ليش الدنيا ليل؟ أنا طالع من بيتنا الصبح. هاي انت ايش فيكم ما تردون علي؟ اخر واحد دمعي. الناظر راح يستانس وايد من هالتجربة. درسنا اليوم راح يكون عن الكيمياء. تعرفون يعني شنو الكيمياء؟ يعني علاقة الإنسان بالتناطح العكسي. صاد صالح، ممكن راح أشرب ماي؟ ما تسكت يا الضنبحلة. عمود تعال أجرب فيك الخلطة هذه علشان تشربها وأشوف إيش راح يصير فيك. هذا أول أكسيد الكربون مع محلول القهوة مخلوط متجانس علشان أشوف إيش راح يصير لونك وأسجل النتيجة في دفتر ملاحظات مع النتائج المخبرية. عمود لا تشرب، هذا مجنون. الله أكبر، الله أكبر على النتيجة. شنو هذا؟ شنو صار؟ صار زلحفة؟ الظاهر أنا زدت في 2.5 محلول شرطة. عزيز لا تشرب، شوف حمود إيش صار فيه. من اللي تحكي هذا؟ بقح فيه هذا أنت مرة ثانية. أنت حكيت أحطك بالخلاط وأشرخك. أشرب يا صبي، مالك شغل فيه. أشرب بعد زقة، بعد لقمة. الخلطة جاهزة. سلوم تعال، تعرف الحلاوة اللي طقطق بالحلج؟ تعال ذوق هذا، اخذ يقمة علشان احرقك فيه. سلوم لا، شوف الربع صار فيهم. سلطعون عجيب. ما صدقني يا رجال. عبود تعال يا ولد، تعال يا مكلمة، هو في البلاعة. These donuts are great. Jelly filled are my favorite. Nothing beats a jelly filled donut. The screw is now a part of my awesome sword. بسم الله الرحمن الرحيم، إليكم هذا الخبر العاجل. فقد الطفل عبود ابن أبا عبود من منزله يوم الجمعة 13 من هذا الشهر، فعلى من يستدل عليه الاتصال بالعريف عنبر في مخفر قطعة 13. I'm a good boy.
تحسيني الله يخليك والله ما شفتك مرة ثانية. عبود حبيبي يا قصوي نور عبود تأخرت على المدرسة.